في خبر العالم كله مقلوب عليه، كريستيانو مضى، لا ما مضاش، كريستيانو في السعودية مع الهلال، لا مش مع الهلال، جاي مش جاي، لا والله ده في السعودية، لا دي الصورة متركبة، عشان نجيب الأخبار النهائية ونجيب لكم الموضوع بالظبط. معانا عبر زوم يعني منورنا كالعادة ناقدنا الرياضي اللي دايما بيكون معانا أستاذ عاطف الأحمدي، أهلا بيك يا فندم من السعودية. محمد تحية طيبة لك ولجميع متابعي البرنامج، سعيد بالتواجد الدائم معك. يعني دايما بتنورنا، خلاص ده برنامجك، أنا ضيف معاك. خلاص برنامجي هذا، أنا ضيف معاك والله. وأنا سعيد والله العظيم أسعد وأتشرف دائما بالتواجد معك في هذا البرنامج، لأنه برنامج بأمانة ممتع وبيقدم معلومة مميزة للمتلقي. عشان كده قلنا لازم نتواصل مع حضرتك علشان تقول لنا إجابة السؤال اللي العالم كله بيدور عليه، كريستيانو هيكون موجود في السعودية تحديدا في الهلال ولا لسه في النصر، آسف، ولا لسه في تفاوض، لسه ما فيش قرار نهائي؟ شوف، هو تفاوض، ما في تفاوض، كل الأخبار خلينا نقول المسربة تؤكد وبشكل كبير اقتراب نادي النصر من التوقيع مع اللاعب كريستيانو رونالدو على المستوى الرسمي. حتى هذه اللحظة اللي أنا أتكلم معك فيها، يمكن جميع الشارع الرياضي السعودي، يمكن جميع الشارع الرياضي العربي، يمكن حتى العالم كله بيتابع حساب النصر وحساب اللاعب، ينتظروا لحظة التوقيع. في سرية كبيرة جدا حول نادي النصر، ما في أي تسريبات في هذا الموضوع. الأخبار تؤكد أن اللاعب شبه منتهي مع نادي النصر، هو الآن حسب الأخبار اللي موجود في دبي، في أي لحظة ممكن يتواجد على مستوى الرياض. يعني تعرف المسافة بين دبي والرياض ما هي مسافة طويلة، يمكن في أي ساعة لحظة بالضبط اللاعب، تقريبا ساعة ساعة وربع كذا. فالجميع منتظر، يمكن من أمس كانت في أخبار كبيرة انه اللاعب من المفترض انه يكون متواجد من امس في مدينه الرياض لانهاء مساله التوقيع والتواجد في نادي النصر. اعتقد من وجهه نظري ومن خلال قراءتي للمشهد انه اللاعب ما زال يفكر في التواجد على مستوى الدوريات الاوروبيه، ولكن يفضل بارض يكون الى حد ما جيد على الرغم من عرض النصر الكبير. وعرض النصر لا يرفض، يعني العرض بتاع النصر صراحة ما حدش يقدر يرفضه. هو شوف العرض كبير، اذا اخذته من الجانب النصراوي محمد، ممكن كل الجميع عارف، والعرض تقريبا 200 مليون صحيح؟ 200 مليون يورو. فبالتالي اذا تكلمنا من الناحية التسويقية، اعتقد انه إدارة النصر من خلال عملية الاستثمار قادرة على تعويض هذا المبلغ، لأنه في لاعبين لما يجوا لأندية يجوا بجماهيره. يعني لاعب بقيمة كريستيانو رونالدو لما يجي لنادي النصر، ثق تماما أنه عنده عدد هائل من الجماهير، ليس على مستوى أوروبا، حتى عندنا في الوطن العربي. فبالتالي يمكن جماهير رونالدو تتفوق على جماهير أندية في أوروبا، جماهير ومتابعين ومحبي كريستيانو رونالدو يتفوقون على جماهير أندية في أوروبا. فبالتالي صحيح، عملية التسويق وعملية تعويض هذا المبلغ ليس بالأمر الصعب. يعني اليوم تتكلم على حضور جماهيري، ممكن مباريات النصر حتى من غير مشجعين النصر ممكن يحضرون لمشاهدة كريستيانو رونالدو، على مستوى تسويق التيشيرتات، الإعلانات. فمسألة تعويض المبلغ ليس بالامر الصعب. اسالك سؤال تاني، يعني ان شاء الله يكون موجود في النصر، يعني احنا كلنا نتمنى يكون موجود، اضافه قويه جدا للدوري السعودي، ولكن من وجهه نظر حضرتك الكبيره جدا، شايف ايه الاضافه اللي يقدر يضيفها كريستيانو للدوري السعودي ككل مش بس للنصر؟ طيب احنا ناخذ الاضافه من ناحيتين او من شقين يا محمد. نتكلم على الناحيه الفنيه، بالتاكيد الجميع تابع كريستيانو رونالدو، وصل من العمر اللي ما يسمح له يلعب مباراه كامله، ممكن بيلعب على 60 55 دقيقه، اللي بيديك الفاعليه والتاثير الفني اللي يحتاجه الفريق. بالتاكيد المدرب غاريسيا لما اداره نادي النصر عرضت عليه هذا الامر، بالتاكيد كمدرب كبير عارف القيمه الفنيه وعارف كيف يوظف هذا اللاعب وكيف يستفيد منه في هذا الوقت، يعني في هذا العمر. الامر الثاني، قيمه فنيه عاليه للدوري السعودي، حترفع من جوده التنافسيه. اليوم اغلب اللاعبين يتمنوا ان يلعبوا قدام كريستيانو رونالدو، يتمنوا انهم يفرضوا نفسهم قدام كريستيانو رونالدو. التنافسيه اللي حتكون في مباراه النصر حتكون مختلفه. الامر الثالث او الشق الثاني على المستوى التسويقي، اليوم الدوري السعودي، خلينا نتكلم بصراحه،
هو دوري متابع على مستوى الوطن العربي، على مستوى قارة آسيا، وممكن في بعض الدول الإفريقية يكون متابع، لكن لما نتكلم على الدوريات الأوروبية أو الدول الأوروبية، لا، الدوري السعودي ما متابع بهذه المتابعة. لا لا، وكمان كريستيانو هيكون ليه إضافة قوية للاعبين، هيدي خبرات كبيرة جدا للاعبين. بالتأكيد في الوحدات التدريبية، أي لاعب هيكون موجود على مستوى الوحدات التدريبية مع نادي النصر بالتأكيد حيستفيد. احنا شفنا كثير من اللاعبين العرب في احتكاكهم في أندية أوروبية كبيرة، شوف كيف ارتفعت جودة اللاعب وعطاؤه داخل الملعب. اليوم لما نتكلم مثلا عن المنتخب المغربي، أشرف حكيمي بيلعب مع نيمار وميسي وإمبابي في نفس الفريق، وبالتالي هذه الوحدة التدريبية كفاية أن ترفع من جودة اللاعب، فما بالك المشاركة في مباريات تنافسية. وجود كريستيانو رونالدو في هذا المكان أو مع نادي النصر بالتأكيد أنه حيرفع من جودة كثير من اللاعبين اللي بيلعبوا، حيديهم من خبراتهم، حيستفيدوا من عملية الاحتكاك في سواء في الوحدات التدريبية بالنسبة للاعبين النصر، بالنسبة صحيح. للفرق المنافسة حيستفيدوا من اللاعب أثناء بالزبط. عملية التنافس. أنا كنت أتكلم ده الأندية الأخرى اللي هتلعب ضده هتكون مستفيدة، ولكن في سؤال بالجانب الكلام عن كريستيانو رونالدو اللي هيدي ثقة كبيرة للاعبين، هيدي زي ما نقول كده مشاهدات عالية جدا للدوري السعودي اللي بقاله أكتر من سنة بيقدم كرة بشكل عالمي صراحة. فأنا أتمنى زي ما كل العرب يتمنوا يشوفوا كريستيانو موجود في الدوري السعودي، هيفتح أبواب إن اللعيبة تقدر تكون موجودة في الدول العربية وأي دوري عربي يقدروا يكونوا موجودين فيه، وأنا أتخيل إن شاء الله يكون موجود. حابب كمان أتأكد من حضرتك على خبر بقى اللقاء اللي هيكون بين باريس سان جيرمان وبين منتخب الهلال والنصر، ده صحيح؟ ايوه بالتاكيد، يمكن معالي المستشار هذا يكون حيكون في في في, في موسم الرياض، معالي المستشار يعني بالمصادفه اليوم اعلن من خلال حسابه انه قاعد يفكر مين المدرب اللي حيدرب منتخب الهلال والنصر امام باريس سان جيرمان. يعني الامر اصبح واقع، حيكون موجود اعتقد في شهر او بعد شهرين ممكن تكون المباراه، حدد لها اعتقد فبراير او حاجه زي كذا، حدد لهذه المباراة. معالي المستشار اليوم تحديدا اعلن هذا الامر وقال انه قاعد يبحث عن مدرب انا سمعت المدرب هيكون وليد الرجراجي تكريما لي طبعا على اللي عمله مع منتخب المغرب، ليكون موجود يعني في اللقاء ده، هو المدير الفني لمنتخب النصر والهلال. والله اتمنى هذا الامر، انا على المستوى الشخصي اتمنى انه يكون موجود مدرب بقيمه هذا المدرب. الجميل في الامر يا محمد، اليوم مثل هذه المباريات تضيف نوع من المتعه وجوده الحياه. صحيح، ليس فقط المواطن السعودي، اليوم كثير من المواطنين على مستوى دول الخليج او حتى الدول العربيه مع المواسم والفعاليات اللي موجوده على مستوى موسم الرياضه وحتى كثير من الفعاليات اللي موجوده على مستوى المملكه العربيه السعوديه اصبحت هدف للكثير انه يجي يتابع مباريات مثل هذه المباريات. محمد احنا كنا نتمنى نشوفها في التلفزيون مو على ارض الواقع، فما بالك انت لما تكون موجوده، وانا لا انا بامكاني خلاص كمان بعد ما شفنا التنظيم الكبير من قطر، الناس كلها والعالم كله بقى شايف ان الوطن العربي كله يقدر يعمل ده، دي ثقافه عربيه بالظبط. محمد تغيرت المعايير، الآن أصبح في ثقة في الإنسان العربي. يعني للأسف يمكن كان في السابق في تقليل في قيمة الإنسان العربي ومدى قدرته على الإبداع والابتكار. يمكن إحنا عندنا ثقة في نفسنا، إحنا كعرب عندنا ثقة في نفسنا، ما هي وليدة اللحظة، هي من أجدادنا هذه الثقة ونتوارثها عبر الأجيال. لكن لابد أن يكون في برهان. اليوم الإنسان العربي أثبت للعالم أنه صاحب جودة في عملية التنظيم، في عملية الابتكار، في عملية الإبداع، وشفنا والمشاهد كثيرة. اليوم قطر أعطت نموذج، اليوم لما تكون في مشاركة في مصر بتأتي نموذج أفضل، في المغرب، في السعودية، في أي دولة عربية دائما بيقدموا نموذج مبهر. وإن شاء الله أيضا السعودية هتقدم نموذج كبير جدا في لقاء باريس سان جيرمان مع منتخب النصر والهلال. أول مباراة لكريستيانو رونالدو لازم تيجي يا محمد. أنا مستني الدعوة بابا، أنا خلاص أنا مستني الدعوة من حضرتك، هاجي. لا تنور وتشرف إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله خليه يجي يوقع إن شاء الله. الأهم عارف يا محمد إيش؟ إنه ما تكون هذه الصفقة الأوحد. بالظبط. يعني إحنا طماعين نبغى صفقات بهذه القيمة بهذه الجودة تكون متوالية. ليه؟
لأن اليوم قدوم اللاعب هذا وإن حصل هيدي ثقة عند كثير من اللاعبين يكونوا اللي موجودين في المستقبل. نعم يقول لك لا الدوري خلاص. السعودي مختلف. انا دلوقتي اتمنى كريستيانو يجي لسببين، يجي علشان يدي ثقه ونتمنى يكون موجود، ويجي علشان اقبل الدعوه من حضرتك واجي اتفرج على اول لقاء. استاذ عاطف دائما دائما بستمتع بالكلام مع حضرتك، ونورتني وشرفتني كالعاده. شكرا شكرا محمد، وانا سعيد بالتواجد معك، واتمنى ان قدمنا ما يليق بذائقه المتلقي. طبعا طبعا يا فندم، اشكرك جدا. شكرا استاذ عاطف الاحمدي الناقد الرياضي السعودي، كان معنا عبر زوم من السعوديه.